طارق بابكر. طارق، تداعيات استمرار الوضع وما وصل إليه الوضع في العاصمة الخرطوم، مع حديث عن أنه ما لبثت أن بدأت الهدنة وأن اخترقت، تم اختراقها بشكل وبآخر من الجانبين، ما هي أحوال المواطنين، احتياجاتهم، كيف يتم تدبيرها في هذا الوقت؟ نعم محمود، نحن أكثر المستفيدين من هذه الهدنة التي تمت بين الجيش وبين الدعم السريع، حيث كنا في هذه البناية التي هي وسط الخرطوم، حيث الرصاص الحي كان يخترق زجاج المبنى الذي نلوذ به. يحاصرنا الرصاص من كل صوب، تهشمت الواجهة الزجاجية لمكتبنا بوسط الخرطوم على مقربة تماما من هذه المواجهة وسط القيادة العامة، وأيضا على مقربة من القصر الرئاسي الذي لا يبعد بيننا وبين هذا المبنى كثيرا، حيث كانت هنالك اهتزازات للمبنى الذي نحن فيه نتيجة للقصف المتواصل وسط الخرطوم، حيث المبنى الذي نحن فيه نحن كنا يعني عدد من الزملاء من الصحفيين ومن مراسلي القنوات داخل هذا المبنى، الجميع كان إفطاره على الماء المطلق فقط، ليست هنالك أي معينات غذائية، تقطعت بالناس السبل، إغلاق كامل للجسور وإغلاق كامل للطرق الرئيسة. الرصاص الحي يستمر منذ التاسعة التي كنا فيها في أول لايف أو في أول مباشر، كانت قناة الغد، يعني هي كانت أول يعني مباشر، تزامن هذا المباشر كان مع بداية المواجهات وإطلاق الرصاص والأسلحة الثقيلة والخفيفة، كان هذا المباشر يعني هو يتزامن تماما، وكان ذروة ذلك في وسط الخرطوم، حيث البناية التي كنا نحن فيها وننجز هذا المباشر. الحمد لله نحن استفدنا من يعني هذه التهدئة وهذه الهدنة التي تم فيها وقف إطلاق النار بصورة يعني يمكن أن نقول بصورة متقطعة نوعا ما، ولكن سرعان يعني ما يعني بدأت عمليات إطلاق الرصاص يعني في وسط الخرطوم. يعني هذه المواجهات كانت منذ قبل الساعة التاسعة صباحا صباح الأمس وتستمر حتى هذه اللحظات. طيب، من خلال تواجدك طارق ومروركم على هذه القوات ومواقع تمركزها في العاصمة الخرطوم وضواحيها، بكل تأكيد رصدتم الأعداد، عتاد هذه القوات، هل يتضح أو اتضح من خلال ما رصدت أو ما شاهدته ما يتم الاستعداد ليه من قبل القوات الموجودة في العاصمة الخرطوم، أو الاحتراز منه في مسار هذه العمليات وهذه الاشتباكات على مستوى الجانبين، مستوى قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؟ نعم محمود، الوضع مفتوح على كل السيناريوهات. نحن بعد خروجنا من هذه البناية استغلالا لهذه الهدنة يعني لهذه الملاذات الآمنة التي توفرت لنا ولكثيرين، أولا حمدا لله على سلامة كل الزملاء، يعني الحمد لله تم يعني إجلاؤنا من هذا المبنى الذي يعني يواجه الرصاص من كل الجهات، من كل الجهات، أنت تسمع دوي الرصاص وهذه الزخات التي لا تتوقف، كل الناس يعني أصابعهم على آذانهم وأياديهم على قلوبهم، يعني الناس يلوذون بالصمت وهم يعني صائمين، ليست هنالك أي شيء، حتى المياه يعني المياه منقطعة تماما عن هذه البناية التي نحن فيها، الكهرباء يعني مقطوعة عن هذه البناية، كل يعني الزملاء
كان إفطارهم على الماء المطلق، يعني نحن صائمون من الأمس وحتى إفطار اليوم. الطرق تكاد تكون يعني ليست فيها حركة يعني سيارات مدنية إن صح التعبير، ولا يوجد واحد من المارة. أصبحت الخرطوم الآن عبارة عن مدينة يعني أشباح، هنالك تمركز للقوات المسلحة، هنالك تمركز على الطرق الأخرى للدعم السريع، يتم عملية التفتيش لهذه السيارات التي يعني استغلت فرصة هذه التهدئة وهذه الهدنة. ولكن محمود الآن سماء الخرطوم يعني يكاد يكون أسود تماما في معظم أنحائه نتيجة لزخات الرصاص، نتيجة لهذا التحشيد والتحشيد المضاد، ونتيجة لهذه المواجهات المسلحة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. هنالك يعني إغلاق لكل الجسور، كل المواطنين في منازلهم، حتى يعني في الأحياء يعني الطرفية لا يكاد الشخص يعني يستطيع الحصول على متطلبات صيامه، متطلبات يعني الحد الأدنى من الأغذية. يعني كل المواطنين يعني أيديهم على قلوبهم، هنالك منازل تهشمت واجهاتها، هنالك من استقبلوا الرصاص على صدورهم في منازل طرفية ومنازل وسط الخرطوم، هنالك من يعني لقي حلفه نتيجة لهذه نتيجة لإطلاق الرصاص بصورة طائشة. المواجهة يعني هي في أشدها وفي ذروتها، كل مدن الخرطوم يعني هي تشهد هذه المواجهات المسلحة الثقيلة بين قوتين يعني مدججتين بالسلاح، ما بين سلاح ثقيل وما بين أسلحة خفيفة. يعني الخرطوم كما أسلفت أصبحت مدينة أشباح، لا تكاد ترى شخصا واحدا بالكاد على هذه الطرقات، وهنالك إغلاق للجسور، هنالك الدبابات تغلق الشوارع، هنالك انتشار كثيف لقوات القوات المسلحة، وهنالك أيضا انتشار على الجانب الآخر لقوات الدعم السريع. مع هذه الهدنة كانت بالأمس هناك مناشدات لمجموعات محاصرة، مجموعات من الطلبة كانت محاصرة في سكن الطالبات في كلية الطب، وكذلك في مدرسة أخرى في ضواحي العاصمة كان هناك أكثر من 400 تلميذ أو طالب محاصرون. خلال فترة الهدنة هل تم فض اشتباك هذا الوضع، إخراج المدنيين من دائرة الاشتباكات والمحاصرة، أم أنه ما تزال هناك نفس المشاكل موجودة؟ نعم محمود، تم إجلاء يعني معظم التلاميذ الذين كانوا يعني يلوذون بهذه المدارس، حتى أن ابن زميلنا صحفي مراسل لقناة أخرى طمأننا يعني منذ قليل بأن ابنه قد يعني الحمد لله هو قد وصل إلى البيت سالما غانما. يعني هنالك تتم عمليات إجلاء للموظفين الذين كانوا في مهمات خاصة في المصارف وفي يعني المكاتب الحكومية المختلفة، لأن هنالك استنفار للموظفين، لا سيما وأن عيد الفطر على الأبواب، هنالك إنجاز مهام تتطلب أن يعني يكون هنالك وجود للموظفين ولإنجاز مهامهم، حتى يعني يقابلوا مطالب المواطنين إذا كانت مصرفية أو بنكية أو ما إلى ذلك. يعني الآن يعني بحسب المعلومات المتوفرة أن هنالك إجلاء لكل الموظفين، وأن هنالك عمليات إجلاء تمت للتلاميذ الذين كانوا يلوذون بمدارسهم والذين كانوا لا يستطيعون الخروج حتى إلى بوابات المدرسة، ولكن فرصة هذه الهدنة والتهدئة كانت بمثابة طوق النجاة للتلاميذ وللطواقم الصحفية التي كانت تتمركز في البناية المحاذية تماما لشارع النيل، وهي على مقربة تماما من جسر المكنبر الذي يربط بحري والخرطوم، وهو يؤدي تماما إلى البوابات الجنوبية للقصر الرئاسي، ولا يكاد يصل هذا المبنى إلا جسر المكنبر ويعني
لوزارة الخارجية ومن ثم البوابات الجنوبية للقصر الرئاسي. يعني نطمئن الجميع بأن الطواقم الصحفية نعم طارق نحمد الله على سلامتكم طارق هم بسلام، ولكن حتى في الموقع الذي أنا فيه يعني هنالك إطلاق للرصاص بصورة كثيفة، حيث إن المنزل الذي أختم فيه هو أيضا في وسط الخرطوم. يبدو أن هذه المواجهات ما بين الجيش وما بين الدعم السريع هي لا تتوقف، ولا أحد يعلم متى تنتهي هذه بين مزدوجتين الحرب أو هذه يعني فتيل هذه الأزمة، حيث كانت هنالك التوترات، يعني كان قوامها المنابر وكان قوامها التشاكس في المحافل الاجتماعية ما بين قادة الجيش وبين قادة الدعم السريع من خلال الخطابات، كل يحاول أن يحدد موقفه في العملية السياسية وموقفه من الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري. ولكن المؤسف أن هذه الأوضاع انفجرت تماما، وهذا ما حذر منه الجميع، أنه بمجرد الضغط على الزناد وإخراج رصاصة واحدة من أي طرف إذا كانت من الجيش أو من قوات الدعم السريع، أن هذا يعني بداية الانزلاق وبداية الهاوية وبداية انفجار نعم الأوضاع وضحت. لا يحمد عقباه، وهي أشكرك جزيلا طارق وهذا ونحمد نعم الله على سلامتكم. نعم محمود عفوا، يعني محمود عفوا، ولكن هذا هو السيناريو الذي نحن فيه الآن.